فكرت طب انا دلوقتي بره مصر ومفيش كوافير اروح له، طب ليه اكتر حاجه بتاذي الشعر اللي هي الحراره ادعو الناس ان احنا نوقفها لفتره الصيف؟ وحتى ساعتها كنت عاوزه ان انا اطلع هاشتاج، وحسيت ان انا يعني انا مش كول، مش هيب كفايه ان انا اطلع الهاشتاج ده بنفسي، فخليت بنت اختي الصغيره تطلع هاشتاج اسمه هيت فري تشالنج، انه عدم استخدام الحراره، تحدي بلا حراره. وابتديت ان انا احط بوستات على الجروب، يا جماعه احنا في الصيف ايه رايكم نوقف نستخدم الحراره دي، اكتر حاجه مؤذيه للشعر. فلقيت بقى رد فعل عنيف جدا من الناس، اللي هو لا طبعا احنا ما نقدرش نخرج في الشارع كده، الناس تقول علينا ايه؟ صح، الناس هتتنمر علينا، مامتي في البيت هتقول لي ايه؟ ده انا بشتغل في بنك، انا ما اقدرش اروح البنك كده. فانا الصراحه رد الفعل ده استفزني قوي، لان انا لحد ساعتها بليف ات اور نوت، يعني صدقيني او لا، كنت حاسه انه انا بعمل شعري وانا اللي بعمله بسبب اختياراتي، ما كنتش حاسه انه المجتمع تنمر علينا ودفعنا ان احنا نعمل شعرنا لدرجه ان احنا خايفين ان احنا ما نعملوش لمده 3 4 شهور. فساعتها استفزيت قوي وحسيت لا ده انا بقى هخلي تحدي بلا حراره او الهيت فري تشالنج اكبر واكبر، وهخلي الناس تجرب، لانه الحراره دي اكتر حاجه مدمره لشعرنا، فمش المفروض ان احنا نستخدمها علشان نرضي الناس التانيه. احنا يعني على اعتقادي لحد الوقت ده ان انا بستخدم استشوار او بروح لكوافير على اساس ان انا عاوزه كده، ما كنتش مدركه ان انت بترضي نفسك. انا برضه كنت عايزه اسالك ان انا برضي المجتمع، إن ردود الافعال اللي كانت موجوده ساعتها هي اللي حسستني لا ده احنا واضح بقى ان احنا بنرضي المجتمع وخايفين كلنا من التنمر. طيب انا عايزه اسالك سؤال بخصوص التنمر، يعني انا اولا ما كنتش مدركه اصلا ان ممكن يكون في حد بيتنمر على حد بسبب شعره. ده في كل انواع التنمر يعني ما شاء الله. فانت بقالك كتير سنين طويله من حياتك زي ما بتقولي بتعملي شعرك مرتين في الاسبوع، ومره واحده انك تقرري او تتصالحي مع نفسك وتتصالحي يعني تحبي نفسك زي ما هي وتحبي شعرك زي ما هو، اكيد ده ما جاش مره واحده. فقولي لي انت عملتي ايه وقتها؟ لا انا موضوع ان قصه الناس بتقولي لا وما نقدرش ولا وهيقولوا لنا ايه، الصراحه هو ده اللي لفت انتباهك؟ يعني لفت انتباهي ان انا زي ما تقولي اي واز بوليد، يعني انا كنت الناس بتتنمر عليا ولا ايه؟ لا انا بقى مش خايفه من الناس، انا بقى ما يهمنيش الناس هتقول ايه، انا هسيب شعري طبيعي تمام. وحتى ساعتها انا ما دعيتش الناس ان هي تسيب شعرها طبيعي طول الوقت، قلت لهم يا جماعه بس مجرد فترة الصيف نريحه. فالناس برضو كان عندها ردود افعال متخوفه جدا. فاللي أنا عملته ساعتها، وساعتها في مصر ما كانش فيه ناس سايبة شعرها طبيعي كتير، كان بس الفنانين والناس اللي هي عندها creative tendencies، اللي هي الناس اللي بتتحدى قواعد المجتمع وقواعد الناس، يعني الناس اللي هي بتexplore، هي دي بس اللي سايبة شعرها طبيعي. فروحت للناس اللي أنا عارفاها اللي كانوا يتعدوا على الصوابع، وطلبت منهم ان هم يجوا على الكوميونيتي ويشاركوا ازاي ان هم سابوا استشوار وسابوا الحراره وابتدوا ان هم يسيبوا شعرهم على طبيعته، وازاي ان ده فات شعرهم على المدى الطويل. فابتدت الناس القليله قوي دي اللي انا ما كنتش لسه واحده منهم، انا لسه كنت يا دوبك سايبه شعري طبيعي، تبتدي تحط بوستات على الجروب، وابتدت الناس تبتدي تسالها طب عملتي ايه؟ طب ايه المنتجات اللي استخدمتيها؟ وابتدت الناس اللي بتسال تتاج بعض، وبعد كده ابتدت كمان الناس اللي بتسال تقول اه صحيح ما انا شعري بيقع، ما انا لازم اعمل حاجه عشان اعالجه. وابتدى الموضوع بدا يكبر. ايوه بالظبط، لانه حتى كمان التريجر ساعتها مش ان احنا نحب نفسنا از ماتش از لا، ده في حاجه ان احنا نبطل نستخدم الحراره لان احنا بنأذي نفسنا. ومعظم الناس في مصر كان ولسه لحد دلوقتي موضوع التساقط مشكله كبيره جدا، فده خلى ناس اكتر واكتر تبقى مهتمه بالموضوع وعاوزه تشارك فيه. وابتدت بنات تيجي بقى على الكوميونتي، بصوا يا جماعه شعري النهارده شكله كويس، انا رايحه اول يوم ليا في الشغلانه، النهارده عندي انترفيو، طب انا رايحه مناسبة مهمة، طب أنا بعمل كذا، طب أنا بعمل كذا. وابتدت البنات التانية تشجعها وتقول لها لا شكلك حلو، لا اتشجعي، ولا لو في حتة مثلا ستريت وحتة كيرلي ممكن تتصرفي فيها بالطريقة الفلانية، لا انت شكلك حلو بس مش حاسة. فابتدت التشجيع بتاع الناس يشجع ناس أكتر وأكتر إن هي تشارك معنا في التحدي ده أو الهيت فري تشالنج. واكشلي انا عاوزه اضحكك على حاجه، الناس في مصر فاكره ان هيت فري تشالنج دي ده الاسم بتاع جوينج ناتشرال، اكشلي في امريكا وفي اللغه الانجليزيه ان واحده تسيب شعرها طبيعي ده اسمها جوينج ناتشرال. حته هيت فري دي حاجه احنا اخترعناها على الهير ادكت، والناس دلوقتي تقول لبعض انا ام جوينج هيت فري، دي انا كنت فاكره. ايوه بالظبط no, لا مش هو ده. انتوا اللي عملتوه، احنا اللي عملنا موضوع الهيت فري تشالنج ده لدرجه ان الناس حبته جدا وبقت تقول لبعض انا ام جوينج هيت فري وانت هتبقي هيت فري وكل الكلام ده.